يا رب يا رب على ملة رسول الله، بسم الله على ملة رسول الله الشهيد الشاب عبد الحكيم عصوم، بس برضه في الأرض وعرضه في مدينة بني الشام بتاريخ 16/12/2012. رحمك الله وتقبلك الله وفي عندك، رحمك الله شهيد لله تعالى، رحمهم الله تقبلهم الله في من عنده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.